كرسي الاعتراف، كنت مسافر تحكم ماتش زامبيا والسنغال، اتسرقت في الترانزيت؟ اه يا احمد فكرتني سنة 2005، انت رجعتني سنين كتير ورا. اول ماتش جه ليا تكليف من الاتحاد الدولي تصفيات كاس عالم، ورايح وهنعمل ترانزيت في جنوب افريقيا. والدي الله يرحمه قال لي بص انت معاك شنطة السفر، اما شنطة التحكيم دي يا سمير خليها في ايدك. بيني وبينك انا ما سمعتش كلامه، حطيتها برضو في الكارجو بتاع الطيارة عشان بقى عاوز امشي كده براحتي. رحنا وصلنا جنوب افريقيا بدور على الشنطه مش لاقيها، طارت. وكنت فيها عدد يعمل كل لبس التحكيم، فرحان بقى رايح احكم تصفيات كاس عالم اول ماتش ليا دولي، كل لبس التحكيم بتاعي واخده كله طار يا احمد كله طار. حكمت ازاي المباراه؟ هناك في زامبيا جابوا لي لبس، بس جابوا لي لبس ايه بقى؟ ركش زامبيا واسع بقى اجسام ايه بقى بهلوانات يعني كان شكل. نزلت ماتش لمنتخب تونس وبتحط ايدك في جيبك ما لقيتش السفاره؟ انت مين اللي قال لك؟ انا كنت بلعب في الماتش ده. انت كنت رقم 9، كان بينه الشوطين. كان بينه الشوطين فعلا انا نزلت، بس الحمد لله كان الحكم الرابع كان معاه السفاره، طبعا كان لازم يبقى معاه سفاره وكروت، بس محدش خد باله. ورغم بقى الناس في الاستاد مليان طبعا، كان في استاد رادس تمام، فناديت الحكم الرابع كاني مثلا بطلب منه اي حاجه، بس وانا جاي له طبعا بكلمه بقول له حضر لي صفاره حضر لي صفاره، فسلمت عليه وخدت صفاره ودخلت، محدش خد باله بس الناس كلها عارفه دلوقتي. شكرا. اول ماتش جماهيري الكابتن سمير عثمان كان بين الاهلي والاسماعيلي، اول ما دخلت الاستاد وبصعوبه النور قطع حقيقي، قلت جوه نفسك يا رب يجيبوا حد بدل، اقسم بالله يا رب روح كمان. اول يعني اول ماتش جماهيري، والماتش ده المفروض يا احمد انجح فيه باذن الله هخش القائمه الدوليه. كانت المنافسه بيني وبين ياسر عبد الرؤوف، عنده ماتش الزمالك والمصري. ياسر كان لعب قبليه عمل ماتش كويس قوي، فمرقيت تحت ضغط لازم اعمل انا كمان ماتش كويس جدا. اول ما دخلت الاستاد بتاع كل حربي النور قطع، قلت كويس جدا يجيبوا حد غيري وبلاش انا. وكان ساعتها معظم لعيبه الاسماعيلي لسه رايحه النادي الاهلي، كان ماتش صعب جدا، بس طبعا امكانيات الاستاد كل حربي قويه جدا، الجنريتور اشتغل لون انور اشتغل، بس الحمد لله ربنا وفقني وعملت ماتش كويس الحمد لله. في ماتش كنت بتحكم فيه وغلطت غلط يعني غير نتيجه المباراه وروحت من كتر ما انت زعلان مش عارف تنام، فاكر الماتش ده؟ ماتش واحد، دي ماتشات كتير قوي يا احمد. افتكر لي ماتش منه. كان ماتش في تصفيات افريقيا، وانا شايف ركله جزاء سليمه، يعني احنا السنين عدت، يعني كان بين الهلال السوداني وفرقه من الجزائر اوكي، وفاق السيف الجزائري. كان معايا احمد ابو العلا حكم مساعد، وكابتن ريشه كبير طبعا كان معايا حكم رابع. فانا لعيب بتاع السودان عدى وركله جزاء، سفرت ركله جزاء، لقيت كابتن ريشه قاعد بيعمل لي كده 100 100، لقيت احمد ابو العلا بيقول لي 100 100 خلاص بقى. بس بتوع الجزائر يا احمد بيعترضوا اعتراض غريب جدا جدا، خلاص انا شايف ركله جزاء حسبتها ركله جزاء. المهم بعد الماتش رحنا الاوتيل، راح المراقب ناداني قال لي تعالى عاوزين نراجع الماتش مع بعض، انا زعلان منك قوي. فقلت له عشان ركله جزاء، قال لي ايوه عشان ركله جزاء. قلت له انا عارف. قال لي ما طردتش العيب ليه؟ قلت له ما طردتش العيب ليه؟ قال لي لعيب الجزائر ده ضارب لعيب السودان، كنت لازم تطرده، فهو شافها زي ركله جزاء. قلت له طب خلاص كده تمام الحمد لله. وانا مروح بقى مخلص اجتماع عيلة والدي الله يرحمه بيكلمني بيقول لي سمير عملت ماتش كويس. قلت له الحمد لله. قال لي ايه ركله الجزاء اللي انت حسبتها دي؟ قلت له ايه يا بابا ركله الجزاء؟ قال لي على مين؟ قلت له بتاع الجزائر ضرب بتاع السودان. قال لي ده ما لمسوش. طبعا عبال بقى المسافه من السودان لمصر بقى كان يوم صعب قوي، وطلع قراري غلط. حكمت ماتش في امريكا، ماتش مهم جدا تمام، دخلت الملعب لقيت ناس من السفاره جايين مخصوص عشان يشجعوا الكابتن سمير عثمان. بالظبط كان نهائي سوبر ليجا سنة 2007، كان في ولاية دالاس، كان بين باشوكا المكسيكي ودالاس بطل أمريكا، وفي السلام الجمهوري بتاع أمريكا وبتاع المكسيك كنت شايف 4 جايين من السفارة المصرية جايين مخصوص عشاني. لو عارفين الماتش استقبلوني في القنصلية، وبعد كده كان 4 شباب أعتقد دلوقتي ممكن يكونوا سفراء بإذن الله، ولقيتهم موجودين في الاستاد وبصراحة كانوا بيشجعوني أنا، كان بصراحة قمة في السعادة والفرحة يعني. آخر سؤال، على عهدتك قلت من فترة كبيرة منتخب مصر مش هيلعب كاس عالم غير لما حسام حسن يمسك المنتخب. أؤكد القرار ده أفضل قرار اتاخد في الكرة المصرية خلال 10 سنوات اللي فاتت، اختيار كابتن حسام حسن لمنتخب مصر. هو الوحيد دلوقتي اللي يقدر يمسك منتخب مصر في كل حاجة،
وباذن الله خلي ده التسجيل معنا، هنروح كاس عالم باذن الله وهنعمل نتائج باذن الله. احنا مش هنروح كاس عالم بس، وهنعمل نتائج كويسه وهيبقى لينا شأن تاني في قاره افريقيا باذن الله. حسام حسن بصراحه نفسي يبقى منه استنساخ في مجالات كتير. انت خلصت يا كابتن؟ انبسطت جدا. يلا بينا تشكروا. يلا.